افتتح سورة النحل. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. اسمع، سبحانه وتعالى عما يشركون، مدار كلامي أنه رب بلا شريك، إله بلا شريك، واضح؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، اتفقنا؟ لاحظ الأصول والتأسيس. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هي السماوات والأرض والإنسان والأنعام خلقها. السماوات والأرض والإنسان، انتبه، قال خلق السماوات والأرض وتعالى تعالى عما يشرك. خلق الإنسان، ما قالش وخلق الأنعام، قال والأنعام خلقها، لأنه هو يريد أن يلفتك إليها، لأنه أنت بتنسى السماوات والأرض يا شيخ، أنت بتنسى السماوات والأرض ولا تعرف عنها، بس الأنعام وجب أن تعرف النعمة، يعرفون نعمة الله فلا تكفرها. فقال والأنعام، مش وخلق الأنعام، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء من أصوافها وأوبارها، في الصورة نفسها قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تبارك اسم الله، أشهد آمنا بالله، لا شريك له، من قال لنا؟ هو. تكأبيا من هنا، قال والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع، افتح، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. دفء، منافع، تأكل، تركب، تحمل، في الصورة نفسها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من الجبال أكنانا، يعني مآمن. شفت يا شيخ؟ كلمك على الطعام والأنعام، هذه الصورة. بهذا فكل القرآن يريد أن يعلمك لا شريك له بالأنعام والنعمة. آيته الأنعام ونعمته على، والأنعام آيته على نعامه. إنما قال لم تكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. اسمع، والخيل والبغال والحمير، طيب هاي يا شيخ خيل وبغال وحمير، كنت تدخلنا بس الأنعام. قال والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة. سمعت؟ زينة. إنما لتركبوها، طب ما احنا بنركب الإبل. لاحظ؟ فسادي ركوب زائد كالفلك، ركوب زائد وزينة، وأخلق ما لا تعلمون. إنما وين كانت أصول النعمة؟ الأنعام. فأنت بالأنعام الثلاث تركب إبلها وتستقي من نوخها وبقرها وغنمها وتحرث ببقرها. شو بقي لك؟ لاحظت؟ كل النعمة فيها. فسورة الأنعام، اسمع ما أجملها، سورة النعمة، سورة النحل. قلت لك يعني البقرة، هكذا القرآن بعد أم الكتاب، بقرة، آل عمران، نساء، مائدة، أنعام. ففي السبعة الأول في بقرة، مائدة، أنعام. بقرة، مائدة، أنعام. قلت لك إن عيسى قال أخلق، أحيي، أبرئ، ما بيقول أطعم، ما بيقولش أطعم. طيب حتى المائدة من السماء، عجيب. فقال والخيل والبغال لتركب والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. دير بالك الهدى، أنا قلت لك خلقنا هدانا، هو بيتكلم خلقني فهو يهديني، هذا مهمة. ولو شاء لهداكم أجمعين. اسمع، وهو الذي أنزل من السماء ماء، هاي برجع لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، تسيمون أنعامكم، هاي أخرج منه حرثا والأنعام، هاي والله. وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، تشرب لكم منه شراب ومنه شجر، هاي النبات فيه تسيمون، تسيمون أنعامكم، ولكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
إنما سورة هذه بدأت أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنه هذا مراده ألا يشرك به. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، بدأت خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلق، ما قالش وخلق الأنعام، واضح، ثم ذكر الماء، هذا هو. فللا يرى هذا أعمى، اللي لا يعقل هذا بعد سماع أصم، طبع على قلبي وختم على قلبي، أبين من هذا من كلام الله؟ قلت هذا، اسمع فماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال قال الله، عظم الله، قال يا بني آدم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. لمين الملك والنعمة والحمد؟ واضح أخوانا، سامع؟ إنما كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع، كلكم عار. قال الله يا ابن آدم يوم القيامة، اسمع، مرضت فلم تعدني، خلقني فهو يهديني يطعمني يشفيني. قال يا ابن آدم مرضت ولم تعدني، واستطعمتك ولم تطعمني، واستسقيتك ولم تسقني. شفت وين؟ قال أي رب كيف وأنت الله؟ قال استطعمك عبدي فلان ولم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، واستسقاك عبدي فلان ولم تسقه، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، ومرض عبدي فلان ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. إنما وين الكلام؟ أطعم وسقى وشفى. فقال الإمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلقني فهو يهديني، والذي ويطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فمن مد عينيه ورأى هذا العلم ورأى هذا الكتاب ورأى هذا النبي لا يليق أن يتبع هؤلاء الأنبياء. أكثر من هيك أخوانا؟ أبين من هيك؟ افتح، ارجع إلى البيت، افتح البقرة يا رجل. كيف فتح كتاب العالمين؟ الكتاب الخاتم، أم الكتاب وبقرة. لو ترك لنا لجعلنا الرحمن أول الكتاب ثم محمد ثم إبراهيم، بل الحكيم جعل بقرة ومائدة وأنعام ثم الخامسة والخمسون الرحمن.